ازيك يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ معكم محمد عبد الفتاح من قناة يلا نتعلم. ان شاء الله في الفيديو ده المفروض هنحل مع بعض امتحان الانترنت من شهادة الاي سي ديل باللغة العربية، ولو انت عايز تحله باللغة الانجليزية او حابب تتفرج على الفيديو الخاص بالحل امتحان الانترنت من شهادة الاي سي ديل باللغة الانجليزية فهتلاقي اللينك بتاعه برضو موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو على طول. المفروض المديول بتاع الانترنت ما يعني ملوش فيديو شرح، لان هو الشرح بتاعه عبارة عن كلام نظري، او 70% من الشرح بتاعه كلام نظري، تعريفات بقى واختصارات، فملهاش لازمة انها تتشرح. هو انا بس حاطط لك لينك في الديسكريبشن، الشرح بالانجليش والشرح بالعربي، PDF وPDF عربي وانجليش، هتنزلها بس وتقعد تقرا بقى التعريفات دي والاختصارات دي بس. اما بقى بالنسبه للجزء العملي اللي فيه، يعني PDF دي المفروض الجزء النظري. الجزء العملي اللي فيه حاجات بسيطه جدا، وهي يعني هنتعرض لها في الامتحان، يعني مش محتاجه برضو اننا نفصلها في فيديو لوحده، هي كده كده احنا هنتعرض لها في الامتحان. الجزء العملي اللي هو مقرر علينا في شهاده الاي سي دي ال. يلا بينا بقى دلوقتي نبتدي مع بعض نحل الامتحان، بس ما تنسوش بقى قبل ما نحل الامتحان لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ولو انت مشترك في القناة ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد احنا بننزله في القناة بتاعتنا. السؤال الأول معانا: أي مما يلي يعد عبارة صحيحة عن الشبكة العنكبوتية العالمية؟ هي مجموعة كبيرة من المستندات المخزنة على أجهزة حاسوب مختلفة متصلة مع بعضها البعض عن طريق الإنترنت. الاختيار الأول يعني تسليم الإجابة. السؤال الثاني: أي من الخيارات التالية يمثل الجزء الخاص باسم النطاق في عنوان الإنترنت التالي اللي هو ده؟ اسم النطاق هيبقى homedecor.com. أي مما يلي يشير إلى ملف فيديو رقمي تم تنزيله من الإنترنت ليعمل على مشغلات الوسائط المتعددة وأجهزة الحواسيب الشخصية البودكاست؟ أي من الخيارات التالية تشير إلى أن الموقع الإلكتروني آمن؟ HTTPS. أي مما يلي يقوم بتقديم الضمان اللازم للتأكد من سلامة البيانات أثناء نقلها؟ الاختيار الثاني الشهادة الرقمية، عبارة عن عملية يتم فيها تحويل البيانات باستخدام طريقة خوارزمية لمنع محاولات الوصول غير المصرح بها. ما هو الاسم الذي يطلق على هذه العملية؟ التشفير. أي مما يلي يقوم بحماية شبكة الحاسوب من عمليات الاختراق عن طريق فحص حركة مرور البيانات داخل الشبكة ومنع أو منح صلاحيات الدخول وفقا لمجموعة من الضوابط المحددة؟ جدار الحماية. أي مما يلي غالبا ما يعد من المخاطر المتعلقة بممارسة الأنشطة على الإنترنت؟ الكشف غير المتعمد عن المعلومات الشخصية. أي من الخيارات التالية تصف آلية عمل برامج الرقابة الأسرية؟ الاختيار التاني تساعد على التأكد من أن الأطفال يستخدمون جهاز الحاسوب خلال أوقات محددة فقط. اذهب إلى عنوان الإنترنت التالي اللي هو مكتوب قدامك ده، هنبتدي نكتب هنا العنوان اللي مدهوني. وبعد كده انتر. هو ده العنوان اللي كان كاتبه لي هنا. بمجرد ما ضغطنا انتر فتح لنا الويب سايت اللي هو تابع للعنوان ده. بعد كده بتسلم الإجابة بتاعتك. هنا في السؤال ده بيقول لي اضبط عنوان الإنترنت اللي هو المكتوب قدامك ده
بحيث يكون هو الصفحة الرئيسية في متصفح الإنترنت، هو ده العنوان، هو اللي مكتوب لي هنا. فبروح هنا على أدوات، خيارات، إنترنت، استخدام الحالية، وبعد كده موافق. قم بإعادة تحميل صفحة الموقع الإلكتروني. هنروح على عرض وهنلاقي هنا أداة اسمها تحديث، نضغط عليها أو ممكن من السهم ده وتضغط عليه. افتح الارتباط وصل حديثا في إطار نافذة جديدة، ثم قم بإغلاقه. أدي وصل حديثا أهو، رايت كليك، فتح في نافذة جديدة، تم فتح الويب سايت، موافق لإغلاق النافذة. هو كده قال لي اقفله، فاحنا قفلناها بالضغط على اوكي، تسليم الإجابة. اذهب إلى الصفحة الرئيسية في متصفح الإنترنت، فنضغط على علامة الهوم اللي موجودة هنا دي. تمام كده، جابتني للصفحة الرئيسية للمتصفح بتاعي، تسليم الإجابة. اختار عنوان الإنترنت ده من عناوين مواقع الإنترنت التي تم زيارتها سابقا في شريط العنوان. هنضغط على السهم ده ونبتدي نشوف العنوان اللي هو كاتبه لي ده. تمام، أدي هو ده، هوم ديكور، هو ده، نضغط عليه، بعد كده سبمت. أضف عنوان الإنترنت التالي إلى قائمة المفضلة في مكان الحفظ الافتراضي. هنروح على المفضلة، بعد كده إضافة إلى مفضلة، بعد كده إضافة. في الموقع الإلكتروني ده أدخل البيانات التالية: الاسم ورقم الاتصال، البريد الإلكتروني، نوع الاستفسار. في حاجة تاني ولا بس كده؟ بيقول لك عند الانتهاء من إدخال البيانات اترك الاستمارة مفتوحة. آدي الاسم، اللغة العربية، فهنضغط على Alt Shift من الكيبورد عشان نخلي اللغة بالعربي. آدي خالد، علاء، رقم الهاتف 3 2 4 3، بريد الإلكتروني Alt Shift تاني عشان نجيبها باللغة العربية، خالد at my mails dot com. نوع الاستفسار: الكتيب الجديد للمنتجات. وقال لي سيب الصفحة مفتوحة وما تضغطش على أي حاجة، تسليم الإجابة. هنا بيقول لي اضغط على زر التقديم أو زر تقديم لإرسال الاستمارة. هتضغط على تقديم كده، كده أنت أرسلت الاستمارة، تسليم الإجابة. أضبط إعدادات متصفح الإنترنت بحيث يتم السماح بعرض الإطارات المنبثقة. أدوات، خيارات، إنترنت، الخصوصية. وبعد كده هو هنا بيقول لي أنا عايزك يتم السماح بعرض الإطارات المنبثقة. آدي الإطارات المنبثقة اللي هو قايل لي عليها، وتشيك مارك هنا، تشغيل منع الإطارات المنبثقة، موافق. قم بحذف محفوظات الإطارات في متصفح الإنترنت. أدوات، خيارات الإنترنت، عام، حذف. هو هنا بيقول لي قم بحذف محفوظات الاستعراض،
وادي المحفوظات، تشيك مارك عليها، حسب موافق. احذف جميع ملفات الانترنت مؤقتا في متصفح الانترنت. هنروح على ادوات، خيارات الانترنت، حذف. ادي ملفات الانترنت المؤقتة اللي عليها، حذف، موافق. استخدم خاصية البحث في متصفح الانترنت وابحث عن موضوع المتاجر الالكترونية. ادي السهم الصغير ده، بعد كده نضغط على الاداة بتاعت البحث، نبتدي نكتب النص اللي عليه اللي هو عايزنا ندور عليه، المتاجر. الإلكترونية، بعد كده إنتر، تسليم الإجابة. في صفحة نتائج البحث استخدم ميزة البحث المتقدم وقم بتحسين نتائج البحث عن طريق إضافة العبارة المتاجر الإلكترونية الموثوقة. آدي البحث المتقدم أهو، نيجي هنا نكتب النص، المتاجر. طبعا انت بتكتب زي ما هو ما بيديلك، الكترونية الموثوقة، بعد كده هنا نضغط على البحث المتقدم، بعد كده تسليم الإجابة. هنا بيقول لي قم بحفظ أو قم بحفظ الموقع الإلكتروني، تمام، اللي هو مكتوب قدامك دوت، ليه موجود تحت هنا باسم التسوق على الإنترنت في المجلد ليتماس اللي موجود داخل المجلد اللي اسمه دوكيومنتس. تمام، زي ما قلت، زي ما انتم ملاحظين معايا ان اللينك ده هو اللينك ده. عشان نحفظه هنروح على ملف، وبعد كده هلاقي هنا حفظ باسم، هو عايزني احفظه جوه دوكيومنتس من هنا، ونبتدي ندور على ليتماس. ادي ليتماس اهو، عايزني احفظه باسم التسوق على الانترنت، ويكون الملف ده تكست. هنا الاكستنشن تي اكس تي، هنا ما عنديش عشان احدد الصيغة بتاعتي مش لاقي تي اكس تي، فهضطر كده اكتب التسوق على الانترنت على الانترنت، وبعد كده احط دوت، وابتدي احط الاكستنشن اللي هو كتبه لي اللي هو تي اكس تي. طالما انا ما عنديش في الصيغ هنا تي اكس تي، فهضطر اعمل انا الصيغه دوت تي اكس تي، اكتبها كده بايدي، وبعد كده تضغط على سيف، تسليم الاجابه. هنا بيقول لي اذا بالعنوان انترنت ده، وقم بنسخ كل من رقم الهاتف والبريد الالكتروني والزقومه في المستند المفتوح بيانات الاتصال. هنا الموقع هو موجود، هوم ديكور دوت كوم، بس هنا الفرق ان هنا بيقول لي هتروح كمان لبرانشز. الباك سلاش دي محطوطة، دي معناها ان الجزء اللي بعديه اللي هو برانشز ده انا دخلت عليه بعد كده. فاما انك هتدور على فروعنا اللي هو ده، تضغط عليها كده، تمام، او تكتب العنوان اللي هو كاتبه لك ده، تكتبه بالكامل بايدك. هنا هنيجي ننزل هنا، ادي رقم الهاتف اهو، هنحدده. وبعد كده رايت كليك، نسخ في مستند مفتوح تحت عندي هنا اسمه بيانات الاتصال، نضغط عليه، نيجي نقف هنا، وبعد كده كنترول في،
هو ما اتنسخش معانا، هنروح تاني. نروح هنا بقى عند رقم الهاتف، هنقف كنترول في، ادي رقم الهاتف اتحط اهو. تمام، ننزل هنا ناخد البريد الإلكتروني كنترول سي أو رايت كليك، وتروح هنا نسخ، نفتح تاني ملف الوورد، هذه البريد الإلكتروني كنترول في زي ما انتم ملاحظين اتحط لي هنا. تمام كده إجابتي تمام، تسليم الإجابة يس. هنا بيقول لي في الموقع الإلكتروني اللي هو مكتوب لك ده، افتح الارتباط المعنون باسم الأساس، ده البريد اللي ده الويب سايت أو الموقع الإلكتروني هو، وآدي الأساس اللي بيقول لي عليه، هضغط عليه أهو. بيقول لي بعد كده قم بتحميل الملف اللي اسمه استمارة الطلبات، ده ادي استمارة الطلبات اهي اللي عليها، وادي التحميل هنضغط عليه هنا. هنا بيقول لي بقى احفظه باسم استمارة البيانات في المجلد ليتمس، ادي اسم الملف هيبقى استمارة البيانات كده كده زي ما قايل لي، عايز نحفظه بقى في ليتمس. هو كده كده هو ايه اللي حفظ في المجلد، هو كاتب لي سي يوزر ادم دوكيمنتس ليتمس. تمام، ممكن لو حابب تدور او تتاكد اكتر على ليتمس، ادي ماي دوكيمنتس اهي، وادي ليتمس اهو، وتضغط اوكي تمام وحفظ. هو كده اتحمل تسليم الاجابه. هنا بيقول لي اضبط اتجاه الصفحه المعروضه أدناه إلى الاتجاه العمودي وحجم الصفحة إلى A4. فهو هنا هنروح على ملف، وبعد كده هلاقي تحت هنا إعداد الصفحة. هو هنا بيقول لي عايز الاتجاه بتاعها يبقى عمودي، أدي الاتجاه العمودي، وفي نفس الوقت بيقول لي نوع الورقة أو حجم الصفحة يبقى بحجم الـ A4، يبقى من هنا ونضغط على A4. وكده احنا كده جاوبنا على السؤال، نضغط بعد كده على موافق، بعد كده تسليم الإجابة. اطبع نسخة واحدة من الموقع الإلكتروني ده اللي هو مكتوب تحت عندك هنا، فهنضغط على ملف، هنلاقي هنا طباعة، هو قال لي هنا نسخة واحدة، فأتأكد إن أنا هنا عدد النسخ عندي واحد، وفي الآخر بقول له طباعة، بعد كده تسليم الإجابة. فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني، أي من العبارات التالية هي عبارة صحيحة؟ يمكن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة لتوزيع المعلومات بشكل سريع لكثير من الأشخاص في نفس الوقت. تسليم الإجابة. في عنوان البريد الإلكتروني ما الذي يشير إليه homedecor.com؟ اسم المجال. أي مما يلي هو وسيلة تسمح لمستخدم الهواتف المتحركة بإرسال واستقبال رسائل موجزة مكونة من نصوص وأرقام؟ يبقى خدمة الرسائل النصية القصيرة. أي مما يلي لا يعد مثالا على المجتمعات الافتراضية الموجودة على الإنترنت؟ الأندية الرياضية المدرسية. أي مما يلي لا يعد سببا وجيها لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الواردة
من جهاد اتصال غير معروفة. طيب هو المفروض هنا الإجابة التانية، يمكن أن تتسبب هذه الرسائل في فقدان مساحة التخزين المتوفرة على جهاز الحاسوب. ما هو المصطلح الذي يطلق على العبارة التالية؟ هي عملية غير قانونية تتم عن طريق الإنترنت بغرض الحصول على معلومات سرية وحساسة مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل البطاقات الائتمانية. التصيد الاحتيالي اللي هو الفيشنج. أي من الممارسات التالية لا يمكن أن تتسبب في إصابة جهاز الحاسوب بفيروس أو بفيروس حاسوبي؟ تمكين برنامج مكافحة الفيروسات. أي مما يلي هو ميزة من ميزات نظام البريد الإلكتروني؟ البريد الإلكتروني يعد وسيلة سريعة لإرسال الرسائل. ما الذي يعد صحيحا عن مصطلح VoIP؟ هو بروتوكول يسمح باستخدام تقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت. أي مما يلي لا يعد من آداب وأخلاقيات التعامل مع شبكات الحاسوب؟ إرسال رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب بها إلى جهات اتصال مسجلة في قوائم بريدية عامة. اختر مما يلي العبارة المناسبة التي توضح الفرق بين الحقل نسخة كربونية CC والحقل نسخة مخفية BCC في نظام البريد الإلكتروني. احنا كده دخلنا في الجزء بتاع الإيميل. هيبقى الاختيار التاني عنوان البريد الإلكتروني موجود في الحقل نسخة كربونية CC تكون معروضة، في حين أن عناوين الموجودة في الحقل نسخة مخفية تكون مخفية. أنشئ رسالة بريد إلكترونية جديدة إلى عنوان البريد الإلكتروني واكتب النص التالي كمحتوى للرسالة. هنضغط هنا إنشاء البريد وابتدي أكتب الإيميل اللي هو مدهوني هنا، ده الإيميل اللي أنا هبعت له الرسالة tarq@ambicore.com. واكتب النص التالي كمحتوى للرسالة: مرحبا، طارق، الرجاء مراجعة أسعار الأساس أطيب التحيات. وبعد كده هنكتب تحت أطيب التحيات: باسم تمام كده. وبيقول لي بعد كده: ثم قم بإرسال الرسالة. تمام، هنضغط على إرسال من هنا بس نتأكد بس كل حاجة تمام. تمام، تسليم الإجابة. هنا بيقول لي في مجلد مسودات افتح رسالة معنونة باسم خطة التخزين. ادي مسودات، ادي الرسالة اللي هي خطة التخزين، دبل كليك عليها عشان نفتحها. وبيقول لي قم بإرفاق الملف الخطة الموجودة في المجلد ليتمس ثم ارسال الرسالة. هنضغط على إرفاق اتاتش ونروح على دوكيمنتس.
ادي ليتمس، ادي الملف اللي اسمه خطة اهو، نقف عليه اوبن. الملف ظهر عندي هنا، بعد كده اعمل ارسال زي ما هو لي، ثم ارسل رسالة تسليم الاجابة. في المجلد مسودات، افتح الرسالة اللي هي المعنونة باسم طلب هام، ادي المسودات وادي الرسالة. فتحنا الرسالة، بيقول لي هنا قم بعملية تدقيق إملائي، آدي تدقيق إملائي هنا، نضغط عليها، بيقول لي لقد تمت عملية التدقيق الإملائي بنجاح، تضغط على أوكي. بعد كده كده أنت جاوبت على السؤال، مفيش أي حاجة تاني. بعد كده هنا بيقول لك وغير ما يلزم، ثم أرسل الرسالة. بعد ما عدلنا أو بعد ما عملنا تدقيق إملائي، مفروض نضغط على إرسال زي ما هو طالب مني. فهتضغط على إرسال من هنا، تسليم الإجابة. انتقل إلى مجلد البريد الوارد، تمام، هذه البريد الوارد، وقم بإعادة توجيه رسالة البريد الإلكتروني معنوها باسم المفروشات، آدي الرسالة اللي هي مفروشات، دبل كليك عليها. هو عايزني أعمل إعادة توجيه، هنضغط هنا على إعادة توجيه، هنوجهها لمين؟ تمام، إعادة توجيه معناها فورورد يا جماعة. هنا بيقول لي هتبعتها أو هتعملها إعادة توجيه لرامي، هبتدي أكتب هنا رامي آت my decor دوت كوم، ثم أكتب النص رجاء تحديد مواعيد التسليم في أول سطر، تمام. هنيجي هنا عند مرحبا، نضغط انتر، نطلع فوق ونكتب الرجاء تحديد مواعيد الرجاء تحديد مواعيد التسليم. تمام، بعد كده بيقول لي كأول صفحة داخل سنة، ثم أرسل الرسالة، نبعتها، تسليم الإجابة. في مجلد البريد الوارد، قم بإخفاء العمود تاريخ الاستلام. فهنروح على البريد الوارد، تمام، وبعد كده بيقول لي قم بإخفاء العمود اللي هو تاريخ الاستلام، ادي تاريخ الاستلام اهو، هو عايزني اخفي العمود ده. فهنروح على عرض، بعد كده هنروح على أعمدة، تاريخ الاستلام، هنشيل التشيك مارك من عليه، وبعد كده موافق زي ما انتم ملاحظين العمود اتشال او اختفى من هنا. في مجلد البريد الوارد، قم بوضع اشارة على رسالة معنونة باسم ديكور المنزل والمرسلة من عنوان بريد الكتروني اميرة، ادي ديكور المنزل اهو، تمام، هنضغط هنا. انا كده حطيت الاشارة بتاعة الفلاج اللي هو العلامة اللي قايل لي عليها والاشارة اللي قايل لي عليها، هي كده اتحطت هنا، بتضغط هنا بس في المربع ده، وبعد كده تسليم الاجابة. بس في مجلد البريد الوارد، ضع علامة غير مقروءة على رسالة معنونة باسم مورد جديد، ادي الرسالة اهي. بعد كده نضغط على تحرير ونضع هنا وضع علامة غير مقروء، تسليم الإجابة. في مجلد بريد الوارد، قم بفرز رسائل البريد الإلكتروني بحسب عمود الموضوع، هنضغط هنا على الموضوع بس، تسليم الإجابة. في مجلد البريد الصادر، قم بإجراء، هنروح على البريد الصادر الأول، قم بإجراء معاينة قبل الطباعة لرسالة البريد الإلكتروني باسم دليل التصاميم الجديدة،
ثم أغلق نافذة المعاينة بعد ذلك. آدي دبل كليك هنا عشان نفتح الرسالة دي، وبعد كده نروح على ملف معاينة قبل الطباعة، تمام. ثم بعد كده بيقول لي أغلق الملف ده من تاني، هنقفله. تمام، بعد كده تسليم الإجابة. هنا بيقول لي أنشئ مجلد بريدي جديد باسم الميزانية، هنقف هنا. بعد كده مجلد جديد، وهنكتب هنا اسم المجلد هو ايه اللي باسم الميزانية. موافق، ادي المجلد الجديد تم انشاؤه. تسليم الإجابة. أنشئ قائمة توزيع جديدة وقم بحفظها باسم فريق التسويق، ثم أضف إليها جهات الاتصال التالية. فهتروح على أدوات، وهنختار بعد كده قائمة توزيع من هنا. هو هنا بيقول لي اسم القائمة الجديدة دي المفروض تبقى باسم فريق التسويق، فهنكتب هنا فريق التسويق، تمام. بعد كده إنشاء قائمة، عايزني أضيف إليها بقى جهات الاتصال التالية. أدي إضافة، هو هنا بيقول لي مجدي، بعد كده موافق، بعد كده إضافة تاني، جمال، موافق، إضافة تاني، علاء، بعد كده موافق. ادي التلاتة تم اضافتهم بالفعل، تمام. بعد كده تقول له موافق، بالفعل كده تم انشاء القائمة. بعد كده بنضغط على سبميت من هنا. بكده يبقى احنا خلصنا الامتحان بتاع الانترنت باللغة العربية، تمام. احنا كده خلصنا الامتحان، حلينا ال50 سؤال. هنقول له هنا انهاء الاختبار. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجاية.